الله من النعمات لك عينين ترى وغيرك يتمنى أن يدفع مال الدنيا ليرى. اذهب إلى المستشفى تغسل وجهك كل يوم في الصباح وغيرك يغسل كليته كل يوم في الصباح. ترى في الصباح ضوء الشمس ووحج النهار واخضرار الأشجار وزهور السماء وغيرك لا يرى، غيرك لا يرى ويتمنى أن يرى. تسير على قدميك وغيرك يتمنى أن يسير على قدميه حتى يصل إلى المسجد بأسرع ما يكون فيدرك تكبيرة الإحرام. لك يدين تسمع، أنت الآن جالس تسمعني، أنت الآن جالس تسمعني، غيرك لا يسمع، غيرك يتمنى أن يسمع صوت أبيه أو صوت بنته أو ابنه. أليست هذه من النعم؟ لابد أن تدركها قبل أن يدركك الموت للوقوف أمام الله. إن الذي سيسألك وسيسألني هو الله، هو الله. فهل أعددنا للسؤال إجابة؟